شعره بالبرد. ما هذا؟ ترى ما هذا الصوت الغريب؟ سأرى. الثلج يتساقط بغزارة والشوارع مفروشة بلونه الأبيض. سنراه فيما بعد. هيا لا تضيع الفرصة. هيا فالطقس رائع. هيا هيا بنا. الصوت ينبعث من هذه النافذة. يا له من لحن شجي. لحظة. بأن تأخذي قسطا من الراحة. الطقس بارد جدا ومناسب للنوم والراحة. أفضل أن نعود إلى البيت كي نكمل نومنا. كسالى، كفاكم نوما وتعالوا لتساعدوني في صنع هذا الرجل الثلجي المدهش. ولكنه سيذوب عندما تشرق الشمس. ها قد انتهيت منه. سيداتي وسادتي، السلام عليكم وأهلا بكم. سيقام غدا وفي قاعة الاحتفالات الكبرى حفل موسيقي نادر لعازف مبدع. إنه الموسيقي الكبير مجدي سالم، عازف البيانو الشهير الذي لم يعزف على آلته الموسيقية أمام أحد منذ سنوات. ألم نره من قبل؟ هل تعرفين هذا العازف يا أمي؟ طبعا، إنه من أشهر عازفي البيانو في العالم، ويتميز عزفه بالشفافية وروعة الأداء. كم أتمنى حضور حفله الذي أعلن عنه قبل قليل. حقا؟ بالتأكيد. بشار، هل نعم اشتريت بطاقتين لحضور الحفل؟ رائع. مفاجأة طبعا.
هل فرحتي؟ بالتأكيد فرحت. ترى ما السبب؟ الموسيقى فقط. ولماذا لم تحضر لي بطاقة أيضا يا أبي؟ لأنهم يمنعون دخول الصغار إلى الحفل. مخطئون. سيتولى التلفزيون نقل وقائع الحفل الفني على الهواء مباشرة، وذلك لأن السيد مجدي سالم سيعزف مقطوعة نادرة، وقد عرفت هذه المقطوعة باسم الثلج والحنين. الثلج والحنين؟ آسف، لا أسمح لك بزيارته لأن السيد مجدي لا يستقبل أحدا. إذن سلمه هذه الأمانات لو سمحت. أفضل تسليمها له مباشرة في هذه الحال. تفضلي. مستحيل سيدي، أحب سماع هذا اللحن. يا إلهي، كيف أسعد هذه الفتاة؟ إنها تحب مقطوعة الثلج والحنين. لا أستطيع، لا أستطيع. ما الذي أصابه؟ لا أعرف، ولكنني أقوم على خدمة السيد مجدي منذ سنوات، ولا أذكر أنه كان قد عزف هذا اللحن أمامي أبدا، وقد فوجئت عندما عرفت أنه سيعزفه في حفلة الغد، وما زال يحاول عزفه منذ الفجر ولكن بلا جدوى. يبدو أن عزفه يسبب له الألم. نعم، هذا مؤسف. عفوا يا سيد مجدي. علمت بأنك ستعزف مقطوعة موسيقية جديدة. سيدي، ما هو اسمها؟ أخبرني أرجوك. أرجو أن تدعوه وحده، فهو غير مستعد لاستقباله. ولا من هنا أرجوك. هفا، قررت إلغاء حفلة الغد. ماذا؟ أرجو أن تقبلي أسفي. اللحن بالثلج والحنين؟ لست أدري. ما سر هذا العنوان؟ لست أدري. لماذا اختار هذا العنوان؟ الثلج والحنين لا يوجد، لا يوجد. الثلج والحنين لا يوجد، لا يوجد، لا يوجد. الاسم غير مذكور هنا ولا هنا ولا هنا أيضا. لم نعثر على أي توضيح. لقد بحثنا بما فيه الكفاية، ولكن من دون أي فائدة تذكر. لما لا نسأله شخصيا؟ قد لا يجيبنا. علينا أن نحاول، فلعله يجيبنا. يجب أن نعرف سر المقطوعة ونعرف سر حزن هذا الرجل.
ما من مرة هطل فيها الثلج إلا وشدني الحنين إلى الماضي. آسف، حكاياتك كتمتها وأبعدتها عن الآخرين يا صغيرتي، لأنها تثير في نفس الأحزان، وجاء الوقت الذي يجب أن أفاتح أحدا بالذي يحزنني ويبعدني عن الآخرين. مرضت زوجتي مرضا عضالا فتك بجسدها، وعجز الأطباء عن معالجتها هنا، وقررت أن تسافر. كان لابد لي أن أعالجها في الخارج، وفي يوم مشابه لهذا اليوم منذ 20 عاما سافرت من أجل تلقي العلاج، واستغرق العلاج وقتا طويلا ولم يتمكن الأطباء من معالجتها، وكان قضاء الله أن تموت جراء مرضها، فاستولى علي حزن شديد لأنها كانت زوجة مخلصة وكانت تملأ كل حياتي، وكنت قد ألفت هذا اللحن منذ كانت حية ولم أتمكن من إتمامه، رغم أنني أرغب في إتمامه وفاء لذكرى المرحومة لزوجتي. خالي، وجدت هذا بين أوراقك، فهل تعزفه لي؟ ثلج وحنين، سأحاول عزفها لك. أرجوك، أنا متشوق لسماع هذه المقطوعة. ها؟ سأحاول، ولكن هل تعلم لمن هذه المقطوعة؟ أستطيع. ألم تنتهي من عزفها؟ أحتاج إلى بعض الوقت وتصبح جاهزة. ماذا أطلق على هذه المعزوفة؟ أطلق عليها عنوان ثلج، وسميت هذا اللحن بعنوان ثلج وحنين، واعتقدت أنني قادر على إتمامه، وأخبرت الناس بأنني سأقوم بعزف أهم لحن في حياتي، وتمنى الجمهور سماع هذا اللحن، ولكنني لم أقدر على إتمامه رغم بذلي للكثير من المحاولات. لم تكتمل فرحتنا بسماع اللحن. إن السيد مجدي سالم قد اعتذر عن الحفل لأسباب مجهولة. انظري إلى حنين كيف تبدو حزينة، هي أيضا أحبت لحن الثلج والحنين وتعلقت به لأنه لحن رائع. ولكن ما يثير الحزن أكثر هو ذلك العازف الذي تعلق باللحن وعشقه. معك حق، فلقد ارتبط هذا اللحن بذكرى غالية على قلبه. إن الموسيقى التي تنبع من قلب صادق تغذي الروح وتسمو بالنفس. مسكين السيد مجدي، يجب علي أن أساعده.
وجدت الحل المناسب. سيد مجدي تعال معي. إلى أين؟ من فضلك اجلس هنا. أعددت مفاجأة لك. ترى هل ستنجح؟ ربما، من يدري. ماذا تخبئ هذه الفتاة الصغيرة؟ هل تجيد العزف؟ إنها ممتازة. هل ستعزف اللحن نفسه؟ أرجو أن توفق بالعزف. ها هي تعزف بأسلوب مدهش. أهديك هذا اللحن يا زوجتي العزيزة. عزفها رائع، كيف تمكنت من ذلك؟ أعطيتها الناطة فتدربت عليها وعاشت أجواءها، ولأنها عازفة ماهرة وموهوبة تمكنت من إتمام اللحن كي تسعدك وتدخل البهجة إلى قلبك. يا لك من فتاة مشاغبة، حركت في نفسي مشاعر منسية ولكنك مدهشة. أنا؟